رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟ إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ فإنه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتأذن وتوضأوا للصلاة وصلوا سنتها، ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام.